السهرية باش تبدا مع الفنان الكبير رامي خليل وتخب دينار. Thank you.
اللي عمله الفنان رامي خليل باش تتواصل السهرية مع تخوب بودينار وفنان اكسبسيونيل قبل الدعوة. أول ما كلمناه باش يفرح نهال ونعيم الفنان اللبناني روني فتوش. خمسة اللي ما بيحب العروس خليه قاعد، واحد
بكاك وارتاحت عيني قلت عرف على قلبي غلاك استعزم حبيبي كان اللي في قلبي بكاك وارتاحت عيني هي بتقلو تيرا انا بحبك هو بيقول لك يا ريت في خلفية نحب نكون معكم ندهن ونطرش ونعمر ونبني نجي مرة تانية بس لما نرجع تونس مرة تانية يعني بالصيف حضري حالك مش نجي نبني معكم في شي دار اي دار وكل الناس بتحبوا تعملون العرس انا حشارك فيه لانه انتم بتتدللوا داري ديكو هيدا برنامج كنت بلبنان ولا بكندا ولا باوروبا انا بضل بشاهده وصدقوني صدقوني لكل المشاهدين امبارح بالاوتيل عيوني عم بيغمضوا وصرت افتحهم هيك حتى اشوف نهايه الدار كيف حتصير قد ماني فرحان بهذا البرنامج واللي عاملين هذا البرنامج والحوار التونسي والله يوفقكم يا رب والعرس نهال ونعيم حضر معنا الليله واحد من احلى الاصوات في تونس ريان يوسف وبتبيعه مع تخوب بودينار I'm
اشرف بشرتنا يسأل عنه لعد بقول له برشك يجيك ان شاء الله ربي يهنيهم كوبل وصحه عليهم يا اخوي داري ديكو ما خلت معاملت الليل ما شاء الله عليهم وبتبيعها تحيه لابو دينار سواري على محلاها اعطيكم الصحه اورجانيزاسيون طياره زيد عاود نكلمك تجي انت ابو دينار نجي في اي وقت تدلل دلل في اي وقت عجبك جو طياره على الاخر ان شاء الله ربي يهنيهم ما نشمش نقول لها على حاجه كما هيك مزيانه يعطيك الصحه عايشك ربي يفضلك عايش. باي 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 باي